العراقيين يكثرون يكثرون ما ينقصون. شلون يكثرون؟ يكثرون يكثرون. احنا نتكاثر دائما نتكاثر. لا والله استاذ شيء اكيد هو يطلع اكثر من 45 مليون لان اخر تعداد احنا سويناه ب 97. والله هواي. لا رايك انه نتيجه التعداد السكاني اللي ظهرت النتائج العراق اكثر من 45 مليون؟ والله استاذ شيء اكيد هو يطلع اكثر من 45 مليون لان اخر تعداد احنا سويناه ب 97 كان ما يقارب العراق 35 مليون. يعني الحقبة الزمنية من 97 هذا وقتنا. يعني لو كل سنة يزيدون 2 مليون 3 يصير رقم أكثر من هيك. تعليقك النتيجة ظهرت أنه الذكور أكثر من الإناث. آه شاك بيها أنا ما أعتقد. لا أعتقد. شو معنى ليش؟ يعني مبين هي نسبة الإناث بالعراق أكثر. الحروب اللي مرت علينا وفرق الأجيال اللي تعاقبت يعني حرب 80 وحرب 90 وهذه فأكثر شيء قاعد يمكن عندنا الرجال للأسف. زين ايش قد تتوقع أنت بداخلك النتيجة؟ والله متوقع أن العراق يوصل 60-65 مليون. وايد قالوا طبعا أكثر. أي أكثر هيك يعني. لذلك أنا أقول لك التعداد ما أقول لك مو صحيح بس إذا دققنا أكثر وركزنا على التعداد الأكثر راح يطلع العدد. طبعا نتوقع هذا الشيء. شلون؟ العراقيين يكثرون يكثرون ما ينقصون. شلون يكثرون؟ يكثرون يكثرون. احنا نتكاثر دائما نتكاثر. لا والله بكل الدول مو بس فقط بالعراق. زين انت ايش كنت متوقع يعني؟ يعني انا متوقع 48 مليون. اي متوقع لان يعني تقريبا اخر تعداد سكاني بالسنه 97 اعتقد قالوا انه 40 مليون وكان يعني بوقتها وقت تعبان بالعراق بهيك وقت وين ما هسه تغير الوقت والحكم تغير شيء كذا راح يكثر. انا كنت متوقع يعني 43 44 مليون كنت متوقع يعني. يعني قلت انت لاحد من جماعتك؟ اي والله اي قلت لهم. لا ما متوقع هذا الشيء. ايش قد متوقع ببالك؟ اقل. ايش قد؟ اقل مثلا تقول خلينا نقول 4 مليون هيك. والله هواي. لا شو ايش قد كنت متوقع انت؟ كنا نتوقع 42 41 خلص يصير 3 اي تقريبا يعني بس مال 45 هواي. تعليقك انه الذكور اكثر من الاناث طلع. الشعب العراقي دائما عندنا هذا التحيز للذكر، عائلة بالبيت انه يحب الولد اكثر من فالصير التميز على هذا الشيء كلش. لا انت متوقع من هذا الشيء؟ لا هاي ما ببالي يعني. والله يعني انا توقعت اكثر يعني تقريبا 51 52 قلنا.